السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أخوان المهندسين، حياكم الله على قناة مهندس موقع. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن لو كان وجود أشياء ديكورية في الخرسانة، مثلا هذا الشكل الذي نراه أمامنا. لو قربنا الكاميرا، هذا الشكل جاي على شكل كيف يتم تنفيذه أثناء صف الخرسانة. طبعا في معظم المقاولين يتم استخدام فيها الفوم الفلين. الفلين يتم قصه حسب الديزاين واستخدامه وتركيبه قبل الصب، ومن ثم الصب. بعد الصب يتم إزالة هذا الفوم، يعطينا الشكل حسب الديزاين. لو أتينا إلى هذا الجزء من المشروع عندنا، نرى هذا الفوم تم تركيبه قبل الصب، وقص هذا الكيرف حسب الديزاين. طبعا هذا الكيرف حيتعبى الخرسانة، يتم صب الخرسانة إلى هذا الليفل، وبعد الصب يتم إزالة هذا الفوم حتى تعطينا هذا الشكل المنحني. طبعا مشكلة الفوم أنه يجب تثبيته بشكل جيد. لماذا؟ لأن وجود الخرسانة تحت الفوم قد ترفع الفوم إلى الأعلى، ومن ثم لن يتحقق هذا الكيرف، فيعطينا شكل خرساني عادي. يتم تثبيتها بهذه الصورة. طبعا عدة طرق للتثبيت، لكن احنا ثبتناه بهذه الصورة. تم وضع دواسة خشب وهذه الملازم، ووضع بسكوت تحت عشان ايضا ما ينزل، تمام، وتثبيته في الخشب في النهاية، تمام. بعد الصب يتم ازالته حتى يعطي هذا الشكل المنحني للواجهة الجميلة كما نراها امامنا. طبعا كما نرى امامنا وجود جدار مائل بهذه الصورة حتى يبين معنا بهذه الشكل. نرى انه يوجد ميول في الجدار، وهو استكمال للجدار السفلي كما نرى امامنا. هذا جدار خرساني حتى يعطينا واجهة بشكل مائلة، ونهاية الواجهة وجود هذا الكيرف. هذا الكيرف طبعا ميلان الخرسانة يتم عمله بالبلايوود بالخشب عادي، لكن هذه الكيرفات يفضل دائما حمل هذا الفوم وتثبيت الفوم جيدا حتى يعطينا في هذه الصورة. طبعا هذه الواجهة التي نراها أمامنا مطابقة تماما لهذه الواجهة، نفس الكيرف العلوي ليس السفلي. الكيرف العلوي حيكون عندنا موجود في هذه الجهة إن شاء الله. طبعا اللي يسأل إنه كم كثافة هذا الفوم، هذا الفلين، أبدا ما في أي كثافة معينة، وإنما يكون شيء يفي بالغرض. يعني ما نجي نصب تحته ونلاقيه كسر أو شيء، لا، يفي بالغرض. وغالبا هذا الفلين لا يتم استخدامه مرتين، يعني يتكسر بعدين خلاص، ما يتم استخدامه فقط لهذا السبب. طبعا فقط يتطلب احترافية أثناء الصب، بحيث يتم استخدام الهزاز جيدا تحت هذا الفوم، استخدام الهزاز جيدا حتى يتم تعبئة الخرسانة تحت الفوم، ويعني طريقة أمانية شوي حتى ما يكون أي تأثير في الخرسانة عند فرد هذا الفوم. خلى الخرسانة في هذه الطريقة. إن شاء الله تكون عمت الفائدة على الجميع في هذا الفيديو القصير. نتمنى اشتراككم في قناة مهندس موقع ليصلكم كل جديد إن شاء الله. طبعا سوف نتكلم فيما بعد عن البوست تنشن، هذا البوست تنشن وكيفية تركيب البوست تنشن والنهايات الميتة والحية أيضا. كل هذه المعلومات سوف تكون في فيديوهات لاحقة إن شاء الله. أتمنى أن تكون عمت الفائدة على الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.